حلفت على زوجتي بالطلاق على الامتناع عن أخذ بعض أمتعتها حين سفرها، فأبت وأخذتها، وأنا لا أستطيع عمل شيء منعا للمشاكل التي قد تترتب على المشاجرة معها، وخصوصا وأنني غريب عن وطني. وقد سبق لي أن حلفت عليها سابقا وذهبت إلى أحد العلماء ورد لي اليمين، فهل هي طالق في هذه الحالة؟ وإذا كانت كذلك فما هو الواجب علي تجاه الطفلين اللذين معها؟ إذا حلفت على امرأتك بالطلاق تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع أو غير ذلك، فإن كنت تريد تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء ونويت أنه إذا حصل هذا الشيء فإنه يقع الطلاق، فهذا يعتبر طلاقا يلزمك. أما إذا كان قصدك مجرد من المنع ولم تقصد الطلاق وإنما قصدت منعها من ذلك الشيء، فهذا يعتبر يمينا، فيه عليك كفارة يمين. إذا خالفت زوجتك ما أردته منها فإنه يلزمك بذلك كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب. فإذا لم تستطع شيئا من هذه الثلاثة، لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، فإنك تصوم 3 أيام، ويكون ذلك كفارة لحلفك بالطلاق على الصحيح من قولي العلماء. الله تعالى أعلم.